الفعاليات والاحتفاليات بمناسبة ذكرى التأسيس، وهذه الفعاليات تنظمها مختلف القطاعات في منطقة جازان. تفاصيل أكثر عن هذه الفعاليات ننتقل بصوت وصورة إلى أرض جازان مع الزميل حسن الغزواني. أمسي عليك بالخير حسن، لو تقدم لنا مع المشاهدين صورة أكثر ونبذة عن بعض هذه الفعاليات، تفضل. نعم عهد، مساء الخير لك، مساء الخير للسادة المشاهدين والمشاهدات في كل مكان. تتواصل الفعاليات المصاحبة لاحتفالات يوم التأسيس هنا في جازان في مختلف المحافظات وفي مختلف القطاعات، وتتشارك فيها جميع الجهات سواء من جمعيات، من قطاع خاص، من قطاع غير ربحي. أيضا الأهالي هنا يتشاركون مع هذه الجهات في الاحتفاء بهذه الذكرى الغالية على قلوبنا جميعا. أنا أتواجد الآن في فعالية تنظمها جمعية الاستشارات النفسية والاجتماعية، وهي من الجمعيات الرائدة في منطقة جازان سواء فيما تقدمه من خدمات ضمن اختصاصها أو مشاركاتها الفاعلة مع المناسبات الوطنية والاجتماعية. باسمكم جميعا أرحب بالأستاذة عبير علي جرب، المدير التنفيذي لجمعية الاستشارات النفسية والاجتماعية بمنطقة جازان. أستاذة عبيرة، أستاذة عبير نرحب بك على شاشة القناة السعودية، نرحب بك ونود منك تعريفنا عن الفعالية التي تنظمونها وتكملون هذا المساء. حياكم الله. الفعالية عبارة عن تعريف بيوم التأسيس، وبما أن الأطفال في إجازة أسبوعية فحبينا يكون يعني أخرنا شوية يومين كذا على بال ما ينتهي الزحمة، وحبينا نعرف الأطفال الفرق بين يوم التأسيس واليوم الوطني، ومين اللي وحد المملكة في اليوم الوطني واليوم التأسيس، الفرق بينهم إن الإمام محمد بن سعود في المرحلة الأولى ساعد في تأسيس المملكة. وقلنا من هذا الباب المجال يعني في إجازة ومتعة، فنحبينا نعمل مسابقات ونعرف فيها. عندنا ركن حنة للأطفال، عندنا مسابقات، وأيضا أفضل لبس سوزي تراثي، وسوف يكون التصويت عليه عبر سناشات الجمعية بهدية قيمة بإذن الله. أنا شايف أنكم جمعتم، تعليني شوية زميلنا مصور عطي حكمي، شايف أنكم جمعتم الأشياء التراثية القديمة منذ عهد التأسيس في المنطقة. أطفالنا حاليا في الأشياء الحديثة والتقنية، في أشياء كثير يجرون عن تراثنا، فحبينا نعرفهم عن التراث الموجود في منطقة جيزان خصوصا، والأشياء القديمة اللي ما يعرفون عنها يعني. لعل أكثرها من الأغراض التي كانت تستخدم منذ القدم منذ عهد التأسيس. فعلا، منها زي أجهزة التلفزيون بعض الجيل الجديد ما لحقوا عليها، الأشياء التراثية الفخارية يجهلونها، ففعلا في أطفال يجهلون هذه الأشياء، فحلو إنهم يعرفون هذه الأشياء وإن لنا تراث عريق في هذه الأشياء وفي هذه الصناعات أيضا. بالتوفيق لكم أستاذ علي. وأيضا لكم شكرا لكم دائما سباقين في توثيق للجمعية، شكرا لك أستاذ حسن الغزواني خاصة، وشكرا للتلفزيون السعودي عامة. إذا عهد سادة المشاهدين، هذا حديث الأستاذ عبير علي جرب المدير التنفيذي لجمعية الاستشارات النفسية والاجتماعية بمنطقة جازان التي تنظم هذا المساء عدد من الفعاليات الجميلة. طبعا الآن كما تشاهدون بدأ الأطفال يتوافدون على الموقع وفي استقبالهم منسوبات الجمعية لبدء الفعاليات التي ستستمر إلى 10 مساء بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا هناك في الجانب الآخر على الكورنيش الشمالي والجنوبي أيضا هناك العديد من الفعاليات المتنوعة سواء الخاصة باحتفالات التأسيس أو الخاصة بمهرجان شتاء جازان الذي ما زال مستمرا هنا في جازان. هذا كل ما لدينا من هنا. الصوت وصل لك عهد. شكرا جزيلا لك حسن غزواني على نقل هذه الصورة، شكرا للقائمين على هذه الجمعية على هذا الجهد والواجب الوطني اللي قدمونا احتفالا بهذه المناسبة، مناسبة ذكرى يوم التأسيس.